هي من حين الى اخر غير محدده المصفى، هناك لقاط صوت يتم اطلاقها في الهواء. يعني الان شاهد طائره تابعه للقوات الجويه تحلق اعلى سماء رمسيس، هي تقوم الان بتدقيق للمباني المتواجده في الميدان. فضلا عن ذلك اغلب هذه الابنيه هي ابنيه حكوميه، يعني كما تعلمين هناك المحطه، مبنى هيئه السكك الحديديه، هيئه البريد، هناك عدد من العمارات في الجهه المقابله يعني يغلب عليها طابع الحكومي والاداري، النيابه الاداريه، هي المباني الرئيسيه. تقوم طائره تابعه للقوات الجويه بفحصها للتاكد من انها يعني عناصر لقنص أي من الأشخاص المتواجدون.